السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا بكم وسهلا في لقاء جديد من برنامج مقاصد. لا يعرف في التاريخ البشري أن أمة حوت من أسباب القوة وعواملها كما هي الأمة الإسلامية، وفي الوقت ذاته تكاد تكون هذه الأمة القوية من حيث المنطلقات والمبادئ هي الأضعف حالا وواقعا بين نظائرها من أمم الدنيا. فبالرغم من الصحوة الإسلامية وعودة الناس إلى المساجد وأداء العبادات والشعائر، فإن المسلمين ما زالوا متفرقين ممتحنين في أرضهم وهويتهم، بل حتى في دينهم. لذلك كله كان لزاماً الحديث عن ضرورة نهضة الأمة الإسلامية، ولكن وفق فقه الأولويات، باتباع نظام الأولى فالأولى على طريق إنهاض المسلمين واستعادتهم مكانتهم في خلافة الله على الأرض. نهضة الأمة الإسلامية وفق فقه الأولويات أو نظام الأولويات هو موضوع حلقتنا هذه التي تأتيكم تفاصيلها بعد هنيها. إذن موضوع إنهاض الأمة الإسلامية وسبل ذلك نطرحه على ضيف الحلقة الكريم المكرم الدكتور محمد يسري، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين جميعا. دكتور، بداية هي يعني سؤالي متعلق بقضية مفاهيمية. حينما يتحدث الناس عن النهضة الإسلامية وإنهاض المسلمين وعودة المسلمين إلى الريادة والنهوض وما إلى ذلك من مصطلحات، ما الصورة التي ينبغي أن تتبادر إلى ذهن المتحدث أو السامع أو المشاهد عن هذا الموضوع ابتداء؟ إذا كنا نريد أن نتحدث عن مدخل مفاهيمي لموضوع النهضة ومصطلحها، فلا ينبغي أن يفوتنا أن نقول إن تعبيراتنا الإسلامية عن النهضة في أصل لغتنا العربية تعود إلى معنى يعتمد مفهوم القيام من قعود أو من رقود، يعتمد مفهوم التحليق والعلو والطيران، يعتمد مفهوم الاستواء والاستعلاء. فالنهضة إذن في بنائها اللغوي تعني هذه المعاني، فإذا أخذنا هذه المعاني لنتحدث بها عن قضية مصطلحية معاصرة، فهي تعني ما يقارب ويشابه هذه المفردات الشرعية التي نعرفها من ديننا كإقامة الدين وكالتمكين ونحوها من هذه المصطلحات. وهذه المصطلحات بجملتها تعود إلى حالة مهمة عاشتها الأمة الإسلامية من لدن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أن سقطت دولتها العامة الجامعة الدولة العثمانية. هذه الحالة تتأثر وتتغير وتتحول وتتبدل وتعتريها ما يعتري الإنسان من ضعف وقوة وإقبال وإدبار. ثم إذا أردنا أن ندخل إلى معناها الاصطلاحي، فهذا المعنى تفاوتت عبارات المعبرين عنه تفاوتا بينا وكثيرا بحسب مأخذهم في النظر وبحسب ثقافاتهم الأولى التي ينطلقون منها. فإذا أردنا أن ننطلق من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنحدد مفهوما لهذه النهضة ولنضع علاقة بين هذه النهضة ومصطلح آخر هو أيضا من هذه المصطلحات الحديثة في تعبيراتنا المعاصرة، ألا وهو مصطلح الحضارة، فإننا نقول إن النهضة بمراحلها وتعدد مداخلها تفضي إلى حالة يمكن أن نسميها الحضارة. إذن النهضة تمثل مدخلا مهما لتحقيق ما يتعارف الناس عليه اليوم بالحضارة. وإذا علمنا هذا فإن النهضة على هذا الاعتبار سعي جاد وعمل قوي يهدف إلى تحصيل الهداية. نعم، تحصيل الهداية والقوة لينتهي هذا بنا إلى تحصيل ما يمكن أن نسميه بالخيرية. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن النهضة هي حصيلة اجتماع الهداية
مع القوة لنصل إلى الخيرية. وهذا يقتضينا أن نتحدث عن هذه المفردات الثلاثة: الهداية والقوة والخيرية. طيب، في على قاعدة الشيء بالشيء يذكر، ذكرت مصطلح الحضارة دكتور، قد ينقدح في ذهن المشاهد أو المستمع أو حتى في خارج نطاق هذه الحلقة عندما يتم الحديث عن النهضة الإسلامية، هو من حيث المفهوم الاصطلاحي أو المعنى الاصطلاحي، هو استعارة ما يتحدث عن من خلاله عن النهضة الأوروبية، بمعنى ماهية هذه النهضة. هل من لوازم هذه النهضة استعارة النهضة الأوروبية بماهيتها وإسقاطها على عالمنا الإسلامي وحضارتنا الإسلامية؟ الأوروبيون حين يعرفون الحضارة والنهضة يقولون إنها اجتماع شروط مادية ومعنوية ليحصل من ورائها تقدم. هذا التقدم يخص الأفراد ويخص المجتمعات. يعبر آخرون عنها فيقولون إن هذه الحضارة أو تلك النهضة اجتماع شروط أخلاقية ومادية تسعى لنفع هذا الإنسان في مراحل حياته جميعا، من طفولته ومولده إلى شيخوخته ووفاته، بحيث تقدم المساعدة الضرورية لهذا الإنسان. حين نتحدث نحن عن الحضارة الغربية، فنحن نعي أن هذه الحضارة تحتوي على أمرين: الأمر الأول يتعلق بالماديات، والأمر الثاني يتعلق بالمعنويات. فأما الماديات ففيها تحصيل كثير من المنافع والمصالح، وأما المعنويات فعليها كثير من المآخذ والملاحظ. ولهذا نحن لا نستطيع أن نستعير هذه الحضارة الغربية لحضارتنا الشرقية، لا نستطيع أن نتخذ من هذه الحضارة المادية نبراسا وهداية لحضارتنا التي تقوم على فكرة مركزية مخالفة للفكرة المركزية التي قامت عليها الحضارة الغربية. الفكرة المركزية عندنا معاشر المسلمين هي توحيد الله تبارك وتعالى. هذه الفكرة يتفق الكل على أهمية وجودها في كل حضارة. إن مركزية التوحيد عند المسلمين تجعلهم يدورون حول هذا القطب العظيم في أعمالهم وأقوالهم ومناشطهم. طيب، كما أن فكرة فصل الدين عن الحياة كانت هي الفكرة المركزية التي بنيت عليها الحضارة الغربية. طيب دكتور، سآتي إلى موضوع الفكرة المركزية أو الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه النهضة الإسلامية، وربما يعني سيكون لديك متسع كافي من الوقت لشرح هذه الفكرة لأنها عصب هذه الحلقة. لكن قبل ذلك، وما زلنا نحن في الحديث عن مرحلة التأسيس لهذا الموضوع، الحديث عن النهضة الإسلامية هل ينبغي أن يفهم منه لزوما أن الأمة الإسلامية الآن قاعدة؟ وإذا ما كان الأمر كذلك، فما مظاهر هذا القعود في التوصيف الشرعي الإسلامي؟ مرت علينا حقبة من الزمان قال فيها القائل: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. ثم تذكر هذا فقال: ومفاتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. ثم انتهى إلى أن قال: وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. إن الدهر اليوم يتساءل عن هؤلاء المسلمين الذين أصبحوا في ذيل قافلة التحضر والمجتمعات المتقدمة. مظاهر هذا التخلف، مظاهر هذا المرض، مظاهر هذا الضعف، مظاهر هذا الاستيراد والاستهلاك لمنتجات الحضارة الغربية، كل ذلك يدل على هذه الحالة التي تردت إليها الأمة ووصلت إليها، وهي حالة يعني جمعت ما بين الضعف المادي والمعنوي على حد سواء. قد قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلم يكن هذا ليقعد المسلمين الأوائل عن أن يبذلوا جهدهم ويستفرغوا وسعهم في تحصيل ما يجب تحصيله للوصول إلى هذه الرتبة العظيمة، وهي الرتبة التي حمدها الشرق والغرب وأخذ عنها الغرب نهضته. حين نتحدث عن مقالات أسلافنا رحمهم الله تعالى
وما كانوا عليه من تقدم مادي وتقني لا ينبغي أن ينسينا هذا الحديث عما كانوا عليه أيضا من تقدم في جانب القوة الإيمانية التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وأمر بها وحث عليها من قبل كتاب ربنا: خذوا ما أتيناكم بقوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن إذا وجهت نظرك إلى أول هذه المناحي التي تدل على الضعف، فوجه نظرك إلى نظام الحكم والدول التي قامت بعد سقوط الدولة العثمانية، من أين بدأت وإلى أين انتهت وماذا صار حالها. أرصد مثلا الموقف من القضية الفلسطينية، كيف كان العرب عند دخول اليهود ومحاولاتهم الأولى لاحتلال فلسطين 47 و48، كيف كانت معارضة المسلمين، كيف كانت مواجهة المسلمين لهذه المحاولات. ثم انظر المسلمين اليوم وهم يستجدون سلاما في مقابل السلام، يوما ما قيل لهم إن السلام في مقابل الأرض فقبلوا، قبل بعضهم ولم يقبل جميعهم بطبيعة الحال، قبلوا بحل يفضي إلى أن يتنازلوا عن شيء من أرضهم. ثم هم اليوم يستجدون سلاما لا في مقابل الأرض، وإنما في مقابل سلام الراكعين وليس بسلام الشجعان كما كان يقال. إذا وجهت نظرك إلى ما يتحاكم إليه المسلمون وما يضلل بلادهم من أحكام، تعرف جليا أن الأحكام الشرعية قد نحيت وقد استبدلت، وأن الأحكام الوضعية هي التي قد ارتفعت وعلت، وأن هذه الأحكام حكمت في الدماء والأموال والفروج، بل حكمت حتى في العقائد والتصورات والأفكار، وتغيرت هموم هذه الأمة بحيث إنها أصبحت ذات هموم معيشية فقط، تسعى لاهثة لتجد لقمة العيش، تسعى لاهثة لتجد العلاج الذي يداوي من هذه الأمراض، تسعى جاهدة لتستورد التقنية التي لا يد فيها ولا ناقة لها فيها ولا جمل. كل هذا مع تخلف ظاهر وأمنية تضرب بأطنابها في بلاد المسلمين، هذا كله يعطيك صورة عن هذه الحالة التي تردت لا على المستوى الإيماني ولا على المستوى المادي ولا على المستوى الأخلاقي. ذلك كله يدلك على أن الأمة اليوم ليست في أحسن أحوالها، وأن الأمة اليوم وقعت في وهدة عميقة ترجو منها الخلاص، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يطول أمد تعافيها وعودتها إلى سالف مجدها الذي سألنا ربنا سبحانه وتعالى أن يعيدنا إليه بكل سبيل. نعم دكتور، وقفة قصيرة مشاهدين الكرام، تتبعه عودة لمواصلة الحديث الذي سيكون عن الأولويات التي ينبغي اتخاذها في مقاربة أي نهضة إسلامية محتملة في المستقبل. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله مشاهدينا الفاضلين، ما زلنا وإياكم في الحديث عن نهضة الأمة الإسلامية وسبل تحقيق هذه الغاية، والحديث دائما في هذه الحلقة مع الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أجدد ترحيبا بكم دكتور. كنت تتحدث في حديث تأسيسي مفاهيمي عن النهضة الإسلامية، ماهيتها أو الأساس أو طبيعتها. الآن يعني في قضية الأولويات أو فقه الأولويات الذي ينبغي أن يراعى في إحداث أو في العمل على تحقيق أي نهضة إسلامية، في النقطة الأولى ما الأساس أو القاعدة الأسسية التي ينبغي أن ينطلق منها
في مقاربة هذه النهضة الإسلامية في النظر إليها في العمل على تحقيقها؟ ليس من شك أن القضية المركزية كما أشرت آنفا في هذه المسألة هي قضية التوحيد. إن أمتنا هي أمة لا إله إلا الله، هذه الأمة الموحدة هي التي بنت نهضتها على هذه الفكرة المركزية الجليلة. كلنا يعرف أن العرب كانوا يوم كانوا قبل الإسلام أمة لا وزن لها ولا قدر، بينما هي هباء وشتات، حتى إذا جاء هذا الإسلام جمع كلمتها ووحد صفها، ليس فقط أمة العرب بل كل من دخل في دين الله تبارك وتعالى من عربي وعجمي قد انصهر في بوتقة الإسلام الذي أقام هذه العلاقات على أساس من وحدانية الله تبارك وتعالى والحب فيه جل في علاه. والله تعالى ذكر المسلمين يوما من الدهر، يوم أن بدأوا الإسلام مستضعفين مفرقين مشتتين، فما مرت برهة من عمر الزمان حتى مكنهم الله تعالى ومكن لهم. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هذا المعنى معنى يجب أن نستحضره تماما، لأن العرب لما اجتمعوا على الإسلام جمع الله تبارك وتعالى أمرهم كله، فكانوا قادة وسادة. دكتور محمد يسري، ربما الاتصال انقطع. كان طبعا الدكتور محمد يسري يتحدث عن قضية التوحيد وأنها ينبغي أن تكون النقطة المركزية في النظر إلى أي نهضة إسلامية. ريثما يعود التواصل مع الدكتور محمد يسري عبر زوم من الدوحة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنواصل هذا الحديث بإذن الله. عودة جديدة للحديث عن النهضة الإسلامية مع الدكتور محمد يسري. دكتور، كنت تتحدث عن أن النقطة الأساسية والجوهرية في أي مشروع للنهضة الإسلامية ينبغي أن تنطلق من التوحيد. طيب، هذا الكلام جيد ومهم جدا، لكن قد يقول قائل بأن هذا الكلام نظري. الأمة الآن مثلا موحدة، الأمة تقول لا إله إلا الله ولا تعبد إلا الله إلى آخره، ما التطبيقات العملية المفاعيل العملية لهذه التوحيد بما يخدم مشروع النهضة الإسلامية؟ الأمة يوم أن كانت موحدة على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ملكت الدنيا وسادت وقادت، فهي على هذا النحو استطاعت أن تملك أسباب القيادة والريادة. فهل هي اليوم تملك أسباب القيادة والريادة؟ إنها لا تملك. لقد وعد الله تعالى هذه الأمة بالسيادة وبالعز وبالتمكين وبالاستخلاف في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه المواعيد التي وعد الله تعالى. دكتور محمد، يعني معذرة لأهمية هذه النقطة، المسلمون مرتبطون بالتوحيد لكن ربما يكونون متخلفين في الأسباب المادية. لا، حتى في التوحيد، إن هذا التوحيد الذي هم عليه الآن لا يخلو من شوائب تحتاج إلى أن تصحح وتنقى. لا يخلو أن يكون عند المسلمين تقصير في باب التوكل على الله تبارك وتعالى، تقصير في باب رجاء الله تعالى وخوفه، تقصير في باب الإخلاص لله تبارك وتعالى، تقصير في باب اليقين في موعود الله جل وعلا، تقصير في أعمال القلوب بالجملة. فهذه أس وأساس وأصل التوحيد،
أس وأساس وأصل التوحيد، وهذه الجوانب القلبية التي لا يستطيع أحد اليوم أن يزعم أنه في إخلاصه كإخلاص الصديق رضي الله عنه، وفي صدقه كصدق عمر رضي الله تعالى عنه، وفي خوفه ورجائه وفي طلبه للآخرة كما كان أصحاب رسول الله وكما كان أسلافنا رضي الله تعالى عنه. هنا خلل، ثم هنا خلل أيضا في الجانب العمل، وهو الانضباط بهذه الضوابط وبهذه اللوازم التي تبنى على هذه العقيدة. إن هذه العقيدة تطلب منك أن تكون على منهج الله تبارك وتعالى، فتتلقى عن الله وتأخذ من الله وتعول على ما جاءك في كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنت أيضا تأخذ وتتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجوانب جميعا، ثم أنت بعد ذلك تنتفع وتستفيد من التجارب البشرية وتأخذ الحكمة من حيث خرجت ومن أي وعاء ظهرت، فأنت أولى بها وأنت أحق بها. فهل أنت اليوم أيها المسلم كذلك في إقامة أمر الله تبارك وتعالى في نفسك وفي من حولك وفي مجتمعك؟ هذه المسألة يجب أن نراجع أنفسنا فيها. إن انتشار المحرمات والمفاسد الأخلاقية في ربوع المسلمين يمنع من حصول ما يسبو إليه المسلمون من العزة والتمكين والسيادة والقيادة والريادة. الله تبارك وتعالى عاتبهم يوما من الدهر لما وقعت بهم الهزيمة، فتساءلوا أن هذا؟ قال لهم الله: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إذن وجه الله تبارك وتعالى المسلمين من قديم وإلى يوم الناس هذا إلى أن وعده صادق لا يتخلف: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعلمهم أن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. حديث السنن يقول: إن حال المسلمين اليوم مانع من موانع النهضة، مانع من موانع العزة، مانع من موانع التمكين. إذن هذه الحال التي يمكن أن نستعرضها في اقتصادنا وما يقوم على الربا، أو ما يمكن أن نتناوله في سياستنا وما تقوم عليه من التبعية. إن هذه الأحوال سواء في سياستنا أو في اقتصادنا أو في اجتماعنا أو في مجتمعاتنا، هذه الأحوال تدعونا لأن نراجع الإيمان والعمل الصالح، وهما شرط شرطهما الله تبارك وتعالى لحصول هذه الحالة من الخيرية. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. طيب، قبل أن ننتقل إلى نظام الأولويات الذي يعني ستحدده وفق التصور الشرعي لهذه المسألة، أريد أن أبقى معك في مسألة التوحيد لعظم أمرها وجلالة قدرها وأهميتها في أي مشروع حضاري نهضوي للمسلمين. كيف في ظل هذا التطور الحديث، كيف يمكن إعادة بناء عقيدة المسلمين في ظل تطور هائل، تكنولوجيا متقدمة، حضارة وحداثة غربية ربما أثرت في تصورات المسلمين وعقولهم؟ صدقت إن الفكرة المركزية التي قامت عليها حضارة المخالفين لنا تقوم على فصل الدين عن الحياة. إذا كان الغرب قد نهض بليبرالية تقوم على الفردية وعلى الحرية وعلى العقلانية، فهي أيضا تقوم على اللادينية. فهذه عناصر أربعة احتوت عليها الفكرة المركزية في العلمانية أو الليبرالية، وهي التي على أساسها قامت هذه الحضارة المادية الغربية. هذه الفكرة تخالف ما نحن عليه في بلادنا وإسلامنا. وبالمناسبة فإن أي محاولة لاستقاء الفكرة المركزية من خارج البيئة التي تريد أن تنهض فإنها تبوء بالفشل، لأنها لا يمكن بحال أن تستورد فكرة لا تقتنع بها، لا ترتبط بتراثها، لا ترتبط بتاريخها، ولا تتعلق بأمجادها لتحكمها في بيئتها، فإن هذا لا يمكن أن يحصل. لا يمكن أبدا أن تكون فكرة مركزية أو أفكارا ملهمة أو مشاريع يمكن أن تتبناها أمة من خارجها بعيدا عن بيئتها. هذه محاولة يقر الغربيون بعدم نجاحها وعدم
صلاحها. أما كيف ننهض بالتوحيد فهذه قضية مهمة وأساسية. نحن ننهض بالتوحيد بتصحيح أصله ومفهومه، ليست القضية أنها كلمة تقال، وإلا لهان الخطب على كثير من المشركين حين خطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. إنها تعني الدينونة الكاملة لله تبارك وتعالى، إنها تعني أن يأخذ المسلم عن الله في كل أمر عنا له في هذه الحياة، أن يأخذ عنه ما يتعلق بالتصورات، ما يتعلق بالمفاهيم، ما يتعلق بالأحكام والتشريعات، وهو في هذا لا يأخذ أخذا بعيدا عن روح هذا الدين التي تدعو إلى الاجتهاد وإلى التجديد والتي تساير تطور الحياة. إن هذا الدين يفتح أبواب التطور على مصراعيه، يفتح باب التجديد كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة، على رأس كل قرن، من يجدد لها دينها. هذا التجديد الذي نبحث عنه لا يكون خاصا بالتوحيد كعقيدة أو بالعبادات أو بالمعاملات، بل إنما هو تجديد شامل يجمع الدين في كل مناحي الحياة. لأننا نفهم أن الدين إنما جاء لينظم الحياة، إنما جاء ليسعد الأحياء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نفهم أن العبادة إنما هي جامعة شاملة لنشاط الإنسان في هذه الحياة. فإذا كان الإنسان على هذا النحو يعبد الله على منهج الله تبارك وتعالى، فإنه سيقوم بوظيفتين: الوظيفة الأولى إقامة الفرض، والوظيفة الثانية عمارة الأرض، وكلاهما يراد بهما وجه الله تبارك وتعالى، كلاهما يراد بهما وجه الله جل في علاه، ويراد من ورائهما الثواب الدنيوي العاجل والثواب الأخروي الآجل. ولهذا حين نقول إن التوحيد يجب أن يكون روحا سارية في مناهج التعليم وفي مقررات الدراسة، سواء في المرحلة الابتدائية بدءا من الروضة وحتى الجامعة، يجب أن يكون التوحيد روحا سارية في هذه المناهج وفي العملية التربوية بكل مناشطها ومراحلها، في العملية التي تسعى لتزكية هذا الإنسان، تربطه بهذا المنهج الواحد الذي نزل من عند الواحد الأحد سبحانه وجل في علاه، ثم تحكم على كل ما يسعى من خلاله الإنسان للرقي وللتحضر وللتقدم. فلا يمكن بحال أن تستورد الوسائل المحرمة أو أن يؤخذ بالأساليب المخالفة لهذا المعنى العظيم الذي هو معنى التوحيد. إن هذا المعنى مع ما يرتبط به من معنى آخر، وهو معنى مرتبط بالتوحيد بالأصالة، وهو دعوة الخلق إلى الحق، دعوة الخلق للتحرر من كل عبودية عبد بها غير الله تبارك وتعالى، كما قال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وجل في علاه، ومن جور هذه الأديان إلى عدل الإسلام. هذا المعنى هو مرتبط كل الارتباط بهذا التوحيد الذي نتحدث عنه. لو أذنت لي حقيقة، يعني قضية ربعي بن عامر ربما تحتاج إلى حلقة أو حلقات، لأن يعني رجلا جاء من الخيمة إلى وزير حربية أعظم إمبراطورية في ذلك العصر ليحدثه بلغة تهديدية، إما أن تدخل في الإسلام وإما الحرب أو الجزية. حقيقة يعني هذا ربما كان أحد مفاعيل وتطبيقات التوحيد العملية. لو أذنت لي أن أنتقل معك إلى حديث الأولويات دكتور محمد، سؤالي حقيقة هذا شفعي، بمعنى أنه مركب من رأسين. الأول، هل ثمة سلم أولويات ينبغي أن يراعى في مشروع النهضة؟ هذا أولا. وإذا ما كان الأمر كذلك، هل هذا السلم هو الذي كان في عهد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ينبغي أن يكون ذاته هو في هذا الوقت في عصرنا الراهن؟ إننا نتحدث عن أول الأولويات، فإننا والحديث عن النهضة وما تفضي إليه من الحضارة وما تسلم إليه من القيادة والريادة، يجب أن نقول إن الأمة مدعوة في الحقيقة إلى إصلاح، كما قدمنا، إلى إصلاح عقدي فكري يقود إلى عمل تجديدي، وهذا العمل التجديدي يجب أن يبنى على اجتهاد حقيقي يتملك أصحابه هذه الوسائل التي تعطيهم القدرة
على أن يجددوا وأن يجتهدوا. وذلك كيما تستعيد الأمة قيادتها وريادتها وشرفها الحضاري الذي أصبح الآن عياذا بالله تعالى في الوحي. هذا يحتاج منا إلى بحث في أسباب التخلف كما تفضلت، وأيضا تعليق على مسيرة الضعف، ويستدعي أيضا طرحا لسؤالات النهضة المختلفة المتعددة، ويستلزم منا أيضا إجابات مفصلة ليست من قبيل الإجابات العامة أو المجملة، وليست من قبيل العبارات المبشرة وفقط. قد يقول قائل الإسلام هو الحل، وقد يقول آخر الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكل ذلك حق وكل ذلك صحيح، لكن لا غنى بنا ونحن نبحث في ملف النهضة أن نبحث عن مناهج مفصلة وعن أقوال مؤصلة، وأن نتحدث عن مسالك مدللة وعن مراحل معللة، وإلا سيبقى الكلام إجماليا مهوما في الفضاء لا يصل بالناس إلى نتيجة ولا ينتهي بهم إلى سبيل. ومنا من يكتفي أيضا بأن يذرف على هذا الواقع الدموع، وخير له أن يوقد الشموع كما يقولون. إن لعن هذا الظلام لن يفيدنا ولن يقدمنا في قليل ولا كثير. إذن نحن أمام معضلة كبرى في هذا الأمر، ألا وهو موضوع النهضة الحضارية لهذه الأمة. أقول أول الأولويات إطلاق خطاب النهضة الشامل، أول الأولويات أن نطلق خطاب نهضة شامل. وحين نقول إنه شامل فإننا لا نعني به الجوانب الدينية فحسب، نعني الجوانب العلمية والعملية على حد سواء، الجوانب التي تخدم الناس في معاشهم كما هي تخدمهم في معادهم. لكن كثيرا من الناس لا يعي إلا حاجاته اليومية المعيشية، وهذه إذا بدأ بها قد تكون سببا وسبيلا لأخذ الناس برفق إلى تلك المعاني العظمى والكبرى والأساسية والمقدمة، حتى تعبر الأمة إلى استعادة ثقتها بتلك الأطروحات التي عاش عليها أسلافنا رضي الله تعالى عنهم وتمكنوا منها. فإنها لابد أن ترى شيئا يمكن أن تقتدي به، شيئا يمكن أن تعتمده وأن تعتني به، فإن وجدت ذلك فإن هذا مما يدعوها. كل خطاب شامل للنهضة ينبغي أن يتضمن في مذكراته التفسيرية مشاريع عملية، وهذه المشاريع العملية وتلك البرامج التنفيذية ينخرط فيها الناس، ينخرط فيها الناس بروح من هذه الفكرة المركزية التي نتحدث عنها، ألا وهي فكرة التوحيد. وهذا قد يصعب أن ينطلق في الأمة جميعا بمشروع واحد، فإذا انطلق في قطر واحد فنجح فإنه يغري بانتقاله إلى أقطار أخرى. حين نتحدث عن هذه النهضة وخطابها الشامل نؤكد على معنى التأصيل والمنهجية التي تنطلق كما قلنا من الوحي كتابا وسنة، وأن يتعامل مع هذا الواقع بمشكلاته وتحدياته، وأن لا يغفل هؤلاء الذين يمثلون رواد النهضة العصرية الحالية، أن لا يغفلوا حاجات الناس الأساسية، حاجتهم إلى الأمن، حاجتهم إلى الطعام، فإنهما سببان أساسيان رئيسان في انطلاق الإنسان إلى تحصيل بقية أموره. وهذا الخطاب كما قلت ليس خطابا قطريا، بل هو خطاب عالمي ينطلق من عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وآله، الذي قال وما قال الله تعالى له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى. ونحن نقول لما كانت هناك دولة جامعة للمسلمين في خلافة الراشدة أو أموية أو عباسية أو عثمانية كانت المهمة سهلة وكانت المسألة ميسرة. وأنا أذكر أن في أخريات الدولة العثمانية جاء خطاب عن النهضة، تكلم رفاعة الطهطاوي عن النهضة، وتبعه خير الدين التونسي يحدث عن هذا الموضوع أيضا، وجاء من بعدهما الشيخ محمد عبده كذلك، وتتابع كثيرون قبل سقوط الدولة العثمانية لشعورهم بأن حالة الضعف التي استشرت في الدولة العثمانية في أخرياتها
تستدعي مراجعة ومتابعة. فلما سقطت صار الحديث منصرفا عن النهضة إلى إقامة الدولة أو إلى استعادة الدولة، وهذا أضعف خطاب النهضة. ثم إنه نشأت جماعات وطوائف تسعى لإقامة الدولة من حيث هي وسيلة وسبب وطريقة للوصول إلى مسار النهضة المفقود والحضارة الإسلامية المنشودة. فتطاول الأمر على كثيرين، ودخل العمل الإسلامي والحركة الإسلامية في منعطفات كثيرة بسبب إعلانهم الرغبة في إقامة الدولة الإسلامية الجامعة، والتي أخذ الغرب على عواتقهم وعواتق أوليائهم في هذه المنطقة ألا تقوم بأي سبيل وكل سبيل. فكانت المصادمات والمواجهات مما هو معلوم معروف، حتى إذا وصل الناس إلى ما سمي بالربيع العربي زادت الحدة على نحو غير مسبوق. ثم انكفأت هذه الجماعات والطوائف تبحث عن مخرج لها من أزمتها، ومخرجها من أزمتها هو العودة إلى خطاب النهضة مرة أخرى، الذي يخفف من حدة المواجهات السياسية أو المواجهات الأيديولوجية. إن خطاب النهضة يتضمن جوانب تسعى لإنهاض هذه المجتمعات من ضمن ما تسعى إليه في إقامة الدين وتحكيم شريعة رب العالمين. نحن نشعر بحاجتنا، بل نشعر بافتقادنا لراية سنية عالمية تستطيع أن تتبنى مشروعا للنهضة في الأمة، وهذا سبب ونتيجة لغياب هذه الدولة العالمية أو الدولة الجامعة. دكتور محمد أرجو المعذرة، هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه قبل أن تستطرد في قضية الأولويات، يعني إطلاق خطاب نهضوي شامل وبناء عليه الأولويات الأخرى. يعني قد يبدو للمتابع الحصيف أن هذا يشبه الحرث في الماء، يعني لا يوجد حيز جغرافي بقيادة موحدة ومرجعية موحدة للمسلمين يكون منطلقا للنهضة الإسلامية. كيف يمكن تحقيق ما تتفضل بالحديث عنه على جلالته بدون وجود حيز جغرافي ومرجعية، أو بدون وجود دولة إطار سياسي يؤسس لهذه النهضة؟ الحقيقة هذه من المعضلات، وإذا فقدت الإرادة السياسية للنهضة وللسعي لها فإنها ستكون، أي الدولة، سبباً لتعويق النهضة وليس سبباً في قيامها، وهذه إشكالية الإشكاليات. لكن هنا مجال ومساحة يمكن من خلالها أن نصل إلى شيء من بناء هذه النهضة الشاملة. هذه المساحة تقوم على ماذا؟ تقوم على التسليم بوجود ما يمكن أن نعتبره تياراً مجتمعياً عاماً. هذا التيار لا يقوم أساساً على وجود دولة أو عدم وجود دولة، هذا تيار موجود في كل مجتمع، وهو متمثل في قيادات الرأي والفكر داخل هذا المجتمع، سواء كانوا ممن يشتغلون بالعلوم الشرعية أو كانوا ممن يشتغلون بالعلوم الدنيوية، لكنهم في بابهم يمثلون قيادة علمية وقيادة عملية. هؤلاء قد يسمون في بعض الاصطلاحات بأهل الحل والعقد، أو يسمون بأهل الشورى، أو يسمون برؤوس ووجوه المجتمع، أو يسمون بتسميات مختلفة. هؤلاء موجودون لكنهم متفرقون. هؤلاء يمثلون التيار العام لهذه الأمة في كل قطر من أقطارها وفي كل بلد من بلدانها. لكن التجربة التاريخية دكتور محمد أن هذا التيار الذي تتحدث عنه هو حق، التجربة التاريخية أن هذا التيار دائما كان عرضة، يعني كريشة في مهب الريح عندما تغضب عليه السلطة السياسية في هذا البلد أو ذاك. لا نستطيع أن نوافق على هذا بإطلاق. لماذا؟ لأن حين نتحدث عن قبائل موجودة داخل الدولة الإسلامية الأموية أو العثمانية أو العباسية، فإن هذه القبائل برؤوسها وشيوخها لهم أوزانهم النسبية وإلى أخريات الدولة العثمانية. بعد ذلك توجهت الدولة الحديثة إلى التغول على مثل هذه الكيانات الاجتماعية الموجودة داخل المجتمع. كانت القبائل وما تزال إلى يوم الناس هذا لها وزنها وثقلها، لكن عملت الدولة الحديثة على إضعاف الأسرة فضلا عن القبيلة، وهذا ليخلص لها التحكم ولتكون هذه المجتمعات سلما
لهذه الدول تفعل بها ما تشاء. لكن لو قلنا إننا نستطيع من خلال كل تكوين مجتمعي، سواء كان هذا التكوين شرعيا دعويا أو كان عمليا تطبيقيا، أن نعيد اللحمة إلى هذه المكونات من جديد بتواصل وسعي دؤوب، أيضا بتخفيف حدة خطاب المواجهة السياسية الذي يخيم على أجواء بلادنا اليوم، والذي مني فيه الإسلاميون بكثير من المصائب والهزائم، فإننا نستطيع أن نوجد حالة من الوفاق الاجتماعي المجتمعي التي تمهد لتقوية المجتمع. لا نقصد مرة أخرى أن نقوي المجتمع في باب ديني فحسب، بل لو أن الاقتصاديين والصناعيين والتجاريين سعوا فيما بينهم لتقوية صناعاتهم وتجاراتهم، فإن ذلك سوف ينعكس على هذا المجتمع، وبالأحرى أن يقوم المثقفون والتربويون والمفكرون بأدوار مهمة في إعادة ما يمكن أن نسميه بمنظومة القيم إلى المجتمع. إن منظومة القيم ضربت في أصلها وأساسها، إن مجتمعا لا يحمل منظومة قيم صالحة لا يمكن له بحال أن يحقق أي نجاح. إذا كان العمل في مجتمعنا الإسلامي ليس قيمة وليس ذا بال عند شبابنا، فما الذي ننتظره في مجال صناعي أو زراعي أو تجاري، فضلا عن المجالات الشرعية والدعوية؟ إذا لم يكن العلم قيمة عندنا، فإننا لن نستطيع أن نصل إلى شيء مما نصب إليه. إذا لم يكن الإحسان قيمة تعيش داخل مجتمعاتنا وتزهر داخل بيوتنا وفي أسرنا وعائلاتنا، فإن ذلك يصعب المهمة التي نصب إليها. إذن إحياء التيار الإسلامي العام والسعي في إيجاد قيادات عامة، سواء كانت هذه القيادات مرة أخرى في الجوانب الشرعية والدعوية أو كانت في الجوانب العملية، وأن تكون هذه القيادات ذات شوكة وقوة وقدرة ولها كلمة تمضي في مجتمعاتها، هذا مما يهيئ ويمهد السبيل لأن تقوم نهضة، حتى لو كانت الدولة تعاند أو تعارض. وإن كنا نقول تفضل أكمل، سأسألك بعدها إكمالي. أقول حتى ولو كانت الدولة تعارض في بعض الأمر، فإنها لن تعارض في جميع الأمر، وهذا يتفاوت من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال، وكل أهل بلد أدرى بشعابها وأدرى بمسالكها، على أن القيادة التي تكون في هذه الدول إنما هي من الشعوب في الأصل، وهذه الشعوب ترتبط بقيادتها بنسب وصهر، وتنتسب إلى هذه القيادات وتنتسب القيادات إليها أيضا، وهذا إذا وقع فيه شيء من الأمن وتحول الظاهرة الإسلامية من ظاهرة أمنية إلى ظاهرة اجتماعية، فإن هذا يفتح بابا أيضا لتحصيل ما يمكن تحصيله من أمن المجتمعات، ومن فتح باب النهضة التي يسعى إليها أهل الإسلام أيضا. فإن هؤلاء الذين وضعوا داخل الأقفاص الحديدية من الحزبية والتعصب لها أو من التنظيمات وما تفرضه على أصحابها وأربابها، هم مدعوون أيضا إلى أن يخففوا من هذا الخطاب، وأن ينفتحوا على أمتهم، وأن تنفتح أمتهم عليهم، حتى يتمكن لهم أن يخاطبوا هذه الأمة لا من أبراج علوية ولا من وراء أسوار تنظيمية، وإنما من خلال هذه الأمة نفسها. نعم. من خلال انتماء إليها، من خلال انتماء غاية، فإن الانتماء إلى الأمة. نعم. انتماء غاية، والانتماء إلى الطوائف والجماعات هو انتماء وسيلة، ولا ينبغي أن تكر وسيلة على غايتها بالإبطال، هذا مما ينبغي أن يظهر. طيب. وأن يقال في هذا السياق. نعم تفضل. جميل دكتور محمد، يعني الآن أنا يعني مسؤوليتي أن أطرح العقبات والمعضلات الموجودة حتى جنابك. نعم. تجيب عنها. يعني كيف يمكن. نعم. تحقيق هذه النهضة في ظل
تصور للإسلام ذاته غير موحد بين المسلمين. الآن المسلمون منقسمون حتى في مستوى تصوراتهم، في عمق تصوراتهم، حتى عند كثير من المسلمين المتدينين لم يعد قضية وجود الدولة الحاكمة بشرائع الإسلام لم يعد قضية مركزية في أدبياتهم. كيف يمكن معالجة هذه المعضلة؟ وفي الحقيقة نحن نعالج جسدا قد أثخنته الجراح ومر عليه قرنان من الزمان، والسهام تصوب إليه والرماح تنال منه، ولهذا نحن لا نتقي سهما ولا ثان ولا ثالث، وإنما نتقي جملة من السهام التي غرزت وزرعت في صدر ونحر أمتنا. ولهذا هذا الأمر يحتاج إلى صبر ورفق وتأن، ولا يحتاج إلى مسارعة بإلقاء الأحكام. هذا التوحيد الذي هو الفكرة المركزية يجب أن يعاد أو أن ينشط أو أن يصحح من جديد، لأنه إذا صحح فإنه يعود بالأمة إلى منابعها الأولى، إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ليس صحيحا أن الأمة تستقي كل تصوراتها وكل تصرفاتها من كتاب ربها وسنة نبيها، لو كان هذا صحيحا لتغير هذا الواقع، لأن الله تبارك وتعالى ربط ذلك وجعل النتيجة مرتبطة بسببها وشرطها، فحيث تخلفت النتيجة فهذا لأن السبب والشرط لم يتحقق. وإذا كان ذلك كذلك فإننا لابد أن نعالج تلك المؤسسات التي تعالج قضية التعليم والتربية في هذه الأمة. إن مؤسسة المسجد ومؤسسة المدرسة ومؤسسة البيت ومؤسسة الجامعة والمؤسسة الإعلامية، كل هؤلاء مسؤولون، كل هؤلاء مطالبون بأن يعملوا على ما تطالب به من وحدة التصور وسلامة المنهج وصفاء العقيدة ونقاء هذا المسلك، ليفضي في النهاية إلى وحدة فكرية. تسعى هذه الوحدة الفكرية إلى تبني مشاريع عملية، هذه المشاريع العملية تحقق لهذه الأمة ما تصبو إليه من سيادة وريادة وقيادة، وتحقق لها حضارتها في الواقع. لكن أيضا دون هذا عقبات داخلية وخارجية لن نستطيع أن نهملها أو نقفز فوقها. سيبقى لدينا مشروع صهيوني في هذه الأمة يسعى لإضعافها وتفريق كلمتها واستلاب أمنها، سيبقى هناك مشروع صليبي يسعى إلى نفس هذا المسعى، يسعى إلى استهلاك هذه الأمة ونهب خيراتها وسلب ما عندها، وهناك أمور كثيرة. فنحن لا ينبغي أن نغفل عن وجود هذه التحديات والتهديدات، لكن هذا لا ينبغي أن يقعدنا عن السعي وعن العمل. وقد يكون السعي المصغر أيسر من السعي المكبر. يعني لو أردنا أن نقول أنا في مدينتي ماذا أستطيع، أو أنا في قريتي، بقي معي 30 ثانية دكتور، لو تجمل ما تريد أن تقوله في آخر نصف دقيقة من فضلك. نعم تفضل، تريد أن تسأل؟ لا أنا انتهى الوقت عندي، معنا 30 ثانية إذا تريد أن تجمل حتى لا يفوتنا الوقت. أقول مرة أخرى إن النهضة التي نسعى إليها تعتمد على أن نحصل أمرين أساسيين: أن نحصل الهداية في الفكرة المركزية وفي الأفكار الملهمة وفي المشاريع البناء التي تبنى عليها نهضة الأمة، وأن نحصل القوة في هذا الذي نسعى إليه وفيه ومن خلاله. فالقوة التي هي شعار أهل الإسلام وأهل الإيمان يجب أن تكون في الماديات كما هي في المعنويات، وإن تحصيل الهداية والقوة معا يفضي إلى تحصيل الخيرية التي تقودنا إلى تحصيل النهضة الحضارية المنشودة. نعم أشكرك دكتور، انتهى زمن الحلقة لكن لم ينتهي الحديث في هذا الموضوع الشائك والمعقد والمهم والحيوي الذي نعد أننا سنتحدث فيه في حلقات مقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم الدكتور محمد يسري، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. شكرا لكم مشاهدين الفاضلين، دمتم في حراسة الله.